السلام عليكم ورحمة الله جمهورنا الكريم متابعي جمعية البتة، تسرنا أن نقدم لكم لقاء خاصا جدا وذلك لخصوصية الضيف الذي سنستضيفه فيه، فضيفنا شخصية جماهيرية عالمية نحب جميعا أن نسمع منها ونراها عن قرب، فأتاح لنا هذه الفرصة مشكورا بزيارته لموريتانيا. ضيفنا هو عندليب الأمة وبلبل الأقصى الفنان الفلسطيني الكبير عبد الفتاح عوينات. لا شك أنكم غنيون عن التعريف ومعروفون لدى كثيرين، لكن مع ذلك نحب أن نسمع منكم لمحة تعريفية عن شخصكم الكريم. حياكم الله، سعيد جدا بهذا اللقاء والاستضافة في بلدي الحبيب موريتانيا، هذا البلد الحقيقة القريب إلى قلبي وأهله أيضا. بداية أنا ولدت في الكويت لأسرة من أصول فلسطينية من مدينة قلقيلية، عشت فيها أجمل أيام عمري وطفولتي وبداية شخصيتي. كانت بيئة جميلة متنوعة فيها العديد من الجنسيات وتنوع الثقافات، فكانت لها أثر كبير جدا حقيقة بصقل شخصيتي بطريقة متنوعة، تتلمذت على أيدي مشايخ وعلماء كبار وأجلاء متنوعين أيضا، فكان هذا له أثر كبير يعني في أنه حظيت بتربية مميزة. هذا باختصار شديد. متزوج، عندي 5 أطفال، أسكن في بلدي العزيز الأردن، أعمل في مجال الإنتاج الفني، أعمل في شركة للإنتاج الفني يعني، وفنان ما زلت على الطريق. هذا متواضعكم فقط. عبد الفتاح، ما قصتك مع الفن؟ كيف كانت البداية واكتشاف الموهبة وهذا الصوت الشجي مرورا بالنجومية والجماهيرية؟ الحقيقة قصتي مع الفن هي مثل أي موهبة، الموهبة تولد مع الإنسان، وهذه الموهبة إما أن يصونها ويرعاها وتكبر معه فيربيها معه ويصقلها ويطورها، أو أن يهملها. فبفضل الله كان من إرادة الله أنه يعني منذ الصغر احتضنني في المسجد مثلا الشباب الكبار الذين وجدوا في صوتي جمالا، وتوجهت إلى حفظ القرآن وإلى إتقانه في الأحكام والتجويد، ومن ثم الانتقال إلى بعض الألوان الغنائية مثل الإنشاد وغيره. فهذا كان له أثر حقيقة على بداية التعرف على ألوان غنائية صقلت موهبتي، وبدأت من المسجد حقيقة في هذا الأمر. لكن بدايتي الحقيقية كانت في الكويت عام 1987، حينما أسسنا فرقة الروابي، وكان حينها اسمها روابي القدس تحديدا، فبدأ المشوار الحقيقي الفني والطريق الصعب من تلك اللحظة. والحمد لله ما زلنا إلى حتى هذا اليوم. استمرت مع الفرقة معظم أيام يعني عمري، وكان لها السبق حقيقة في أنه أستطيع الاستمرار حتى أستمر الآن لوحدي، لأن هذا المشوار حقيقة صعب، يحتاج إلى دعم كبير ويحتاج إلى رعاية أكبر، ولا نجد له رعاة أو داعمين حتى يستمر. لكنني مثل النبتة البرية تغذي نفسها وأحيانا تعتمد على المطر حتى تكبر وتكون أقوى. بنظرك ما هي رسالة الفن الملتزم، وما هو الدور الذي يمكنه أن يلعبه في نصرة القضية وتوصيل صوت الأقصى المنكوب وتأجيج النفوس للتفاعل معه؟ هل يعتبر هو الوسيلة الأنجع في هذا المجال؟ لا شك بأن سؤالك مهم جدا حقيقة، وهو فيهم مواضيع كبيرة تفتح. قضية أهمية هذا الفن بصراحة لا يقل عن الخطابة ولا عن المواقف السياسية، ولا يقل أهمية عن أي دور إغاثي أو إنساني، لأن هذا الأمر يقدم إلى الناس بطريقة محببة. نقدم فنا فيه رسالة بطريقة محببة إلى الناس، يصل إلى قلوبهم وعقولهم بشكل لا إرادي يعني. فهذا الأمر يحتاج إلى من يتبناه، من يؤمن فيه. نحن نواجه مشكلة أن من يؤمن بالخطابة يعني يعتبر أن الخطابة أولى من الفنون، لذلك لا يولي الفن رعاية، وربما لا يضعها في موضعها الحقيقي.
لذلك مشكلتنا الحقيقية في من يرعى هذا الفن. ولا أقول سرا إن قلت أننا ندعم أنفسنا في هذا الفن حتى نستطيع الاستمرار، لأننا أكثر الناس يعني الذين يعلمون ما هو تأثير هذا الفن. نجده في الجماهير التي ترانا ربما لأول مرة، ونجده أيضا في تأثيره على الواقع والساحة والتربية أيضا، يعني من الأطفال إلى كبار السن نجد دائما يحدثون ويقولون أن هذه الأغنية الفلانية والأنشودة أطفال تربوا عليها، يرددونها، دفعت فيهم معرفة، دفعت فيهم محبة إلى فلسطين، دفعت فيهم تعلق بقضية ربما لو جلسنا نربيهم عليها لم استطعنا أن نوصل رسالة كما توصلها أنشودة مثلا. فلذلك هذا الأمر يحتاج إلى من يتبناه حقيقة ويؤمن فيه. ربما يكون كثير من الناس وربما حتى المختصين في هذا الأمر عندما يحتاج الفن أو النشيد يضعه فقرة في برنامج أو في حفل أو في مهرجان، وهذا للأسف واقع نلمسه، أن يكون هناك مهرجان خطابي يتخلله بعض الأناشيد، وهذا أنا أعتقد بأنه ليس عدلا. الأناشيد والغناء والفن جزء أصيل يجب أن يكون له كل كامل، ربما يتخلله بعض الخطابات أو بعض القصائد، لكن مثل ما قلت على حسب إيمان بعض الناس في هذا اللون. غنيت للمقاومة وللشعب الفلسطيني وللأقصى ولغيرهم، نريد أن نعرف، كل أناشيدك مميزة ورائعة، لكن نريد أن نعرف أيهم أقرب إلى قلبك، وما هو النشيد الذي أحسست وأنت تنشده أنه قد فعلا نصرت به القضية وسيؤثر الجماهير؟ الحقيقة أنه كثير من الأناشيد حقيقة كل واحد لها قصة ولها محبة ولها أيضا مولد ومناسبة، لكن هناك أنشودة هذه عجيبة كنت زاهدا فيها كثيرا، لكن الناس ووضعها الاستثنائي حاليا جعلني يعني أحبها محبة كبيرة، وهي أنشودة صامد، صامد يا دار صامد رغم الحصار. رب العالمين جعل لها قبول عجيب عند الناس، وأيضا أنا كنت من الزاهدين فيها لبساطتها، لكن تفاجأت بشكل لا يوصف بأنه جميع الجماهير في كل العالم على اختلاف يعني منابتهم وعلى اختلاف ثقافتهم وأماكنهم أحبوها بشكل عجيب، فهذا ربما جعلها في الصدارة على بساطتها. زرتم بلدان كثيرة، ولا شك أن مع كل بلد يزوره الإنسان يترك فيه طابعا وأثرا خاصا ويجد فيه أشياء مختلفة عن غيره. ما وجدتم في موريتانيا مختلفا عن غيرها، وما الأثر الذي تركته فيكم خلال هاتين الزيارتين؟ الحقيقة كل بلد في العالم زرته كان له طابعا يميزه، لكن موريتانيا كان لها طابع مختلف تماما، ربما بصمتها واضحة، ربما بعد مكانها كان مناقض لقرب أهلها من قلبي، ويعني محبتهم الغامرة ربما كان يقول لي بعض الناس إنه تذهب إلى موريتانيا بعيدة جدا، فعندما عدت قلت لهم وجدتها أقرب مما تتخيلون. المحبة شيء يلمس ويشعر به، وأنا شعرت بمحبة الناس وبمحبة هذه الأرض، وشعرت بأنني لن أتخلى عنها وعن زيارتها، فأسأل الله أنه يعني يرزقنا زيارتها وهي في أحسن حال وأهلها في خير حال إن شاء الله. أيضا هناك نقطة في موريتانيا ربما الكثير لا يعلم بأن أهل موريتانيا من المثقفين جدا والحفاظ للقرآن الكريم وللشعر وللموسوعات، وطريقة تدريس أهل موريتانيا أثبتت بأنها الأقوى والأنجع، طريقة الكتاتيب نحن نسميها في المشرق. ربما درسنا على بالضبط. احنا الان المدرسه طبعا هي فقط التي ندرس بها، لكن طريقه الكتاتيب هذه وجدنا بانها
تعلم الأطفال منذ الصغر أشياء ربما الآن في الجامعة لا يحفظون منها شيء ولا يستطيعون أن يستوعبوها. فأثبتت طريقة الكتاتيب هذه أنه هذا التعليم كان أنجع وأعمق لهذه الأجيال. فتجد يعني أجد بعض أصدقائي يحفظون معلقات من الشعر مثلا ويحفظون من الحديث ومن المعاجم الكبيرة أشياء قالوا حفظناها في سن مبكرة يعني. فوجدت بأنه يعني هذا أمر مهم جدا، لكن سبحان الله ربما بعد المكان وربما بعد التواصل وقلة والتقصير تقصير الجميع يعني تقصير أهل المشرق مع أهل المغرب في قضية التواصل، وربما توصيل تقصير أهل المغرب في أن يصلوا أو يوصلوا أنفسهم إلى الجزء الآخر، يعني ربما يكون في هناك مشاكل كثيرة. أسأل الله يعني أن يجمع الشمل ويزيد التفاعل لخدمة الأمة. شكرا. ما هو أطرف موقف وأصعب موقف تعرضتم له في موريتانيا؟ يعني ربما يكون حليب الإبل هو أكثر موقف تقريبا لأول مرة. بالزيارة الأولى نعم، الزيارة الأولى تناولت حليب الإبل وقد دعاني إليه الشيخ الددو حفظه الله وقال لي عن فوائده فشربته قبل الحفل لأول مرة فأصابني ما أصابني. وطبعا أنا سأكرر هذا الأمر لكن في وقت مناسب. في أيضا شيء جميل جدا لمسته خاصة في أول زيارة لموريتانيا بأنه كنت خائف وأخشى بأن الجمهور لا يتفاعل أو لا يفهم بعض الأغاني لأنني أغني بلهجة محكية لكنها بسيطة، يعني احنا نسميها اللهجة البيضاء يفهمها كل العالم العربي، لكنني تفاجأت بطريقة يعني أذهلتني حقيقة بأن الجمهور معظم الجمهور يحفظ هذه الأغاني ويرددها بطريقة احترافية، فهذا أثلج صدري ويعني أنعش لي يعني تفاعلي حقيقة، فهذا الشيء يعني لا أنساه إطلاقا في موريتانيا. برأيك ما هو الدور الذي يجب أن تلعبه الجمعية الثقافية في مناصرة قضية فلسطين وخاصة الفتاة الموريتانية في إطار هذه الجمعيات وجمعيتنا من ضمنها؟ الحقيقة دور الجمعيات بشكل عام أولا أن تفهم الواقع الذي تعيش فيه وتفهم ما هو الشيء المؤثر الذي يؤثر في الناس. أنا أتوقع بأن الجمعيات بشكل عام قد فهمت ووعت قضية الواقع الذي تعيشه وتفاعلت معه وأوصلت رسائل جدا مهمة ربما صعب على الكثير أن يوصلها. أنظر إلى جمعية الفتاة بشكل خاص وبشكل مميز أيضا أن يكون للفتيات هناك جمعية تعنى بهن والفتيات أعلم وأدرى بأحوالهن. لذلك أشعر بأنه وأنا متحيز إلى أن أقول أنه بشكل عام النساء والفتيات هن مميزات جدا في التفكير والعقول وليس كما يروج كثير من الناس ويأخذون طرفا من حديث ناقصات عقل. فأنا بعد خبرة ومعرفة واحتكاك بالعمل وجدت بأن النساء هن الأذكى والأقدر على العمل وأكثر ترتيبا. لذلك أقول بأنه النساء بحاجة إلى أن يكون لهن وضع أفضل ومؤثر أكثر خاصة في مجتمعهم النسائي. ربما أنا شاركت في كثير من الفعاليات في العالم، أميز فعالية كانت تنظمها نساء فقط في الترتيب والنظام والانضباط والإبداع. فهذا الأمر يجب أن لا تتخلى المرأة، يجب أن تأخذ الثقة الكاملة بأنها قادرة أن تصنع أشياء كثيرة ربما لن يصنعها الرجال. فأدعو إلى أولا أن تأخذ حقها في أن تقتنع أنها قادرة، اثنين أنها تفهم هذا الواقع
وتفكر بأساليب إبداعية أكثر حتى توصل لرسالتها الذكية للناس وخاصة المجتمع النسائي. كنتم هنا ضمن فعاليات ملتقى القدس الثاني، إفريقيا تجدد العهد لبيت المقدس، كيف كان انطباعكم عن هذا الملتقى؟ وهل برأيكم تساهم مثل هذه الملتقيات في نشر قضية كبرى للأمة في إفريقيا؟ وهل يمكن أن تكون موريتانيا بوابة لنشر هذه القضية في إفريقيا كما كانت سابقا بوابة لنشر الإسلام فيها؟ الحقيقة وجدت في الملتقى الثاني نضجا ووعيا وترتيبا أكثر من الأول، وهذا شيء إيجابي، لأن ربما الملتقى الثالث يستفيد منه الإخوة في بعض مثلا الأخطاء أو العثرات، فهذا الأمر أعتقده إيجابي جدا. كان في تطور ملحوظ على مستوى المكان، على مستوى التنظيم، على مستوى الإعلان، فهذا أمر عظيم. موريتانيا أعتقد بأنها بوابة حقيقية لأفريقيا، لأنها أصلا تجمع أصولا كثيرة وتفهم الواقع الأفريقي بشكل واضح وناضج. نحن حتى في الملتقى أفريقيا تجدد العهد لبيت المقدس كان معنا من أفريقيا يعني قيادات ورؤساء جمعيات وناس متعددي الأعراق والجنسيات، ساهموا بشكل غني حقيقة ومنوع ومميز في إنجاح هذه الرسالة، ولو كان يعني حتى لو من باب الشكل أنهم كانوا ينتمون إلى هذا المهرجان، اعتبروا بأنه نقطة إيجابية جدا. ربما يعني الكثير من البلاد الأفريقية تحظى بأنه تنظم فعالية مثل موريتانيا، لكن أعتقد بأن موريتانيا ما زالت هي البوابة الحقيقية المميزة. أتمنى أن يبقى المكان هو موريتانيا حتى وإن نظم الفعالية بلد آخر، لأنها فيها من المميزات حقيقة ما يعني لا يوجد في غيرها. بفضل الله أنا رأيت تميز كبير، الرسالة وصلت، لأنه في النهاية هي رسالة إعلامية أولا، فإذا وصل الإعلام بشكل مميز أنا أعتقد بأنه الرسالة وصلت، والقادم إن شاء الله يكون مميز بإذن الله. لكل منا شخصيات فكرية وفنية وقيادية تؤثر فيه، ما هي الشخصيات التي أثرت في عبد الفتاح وينات في مسيرته الفنية؟ والله أنا من المتأثرين جدا بكل الألوان والأطياف بكل صراحة. ربما طفولتي كان لها أثر، أنه مثلا تأثرت في بعض المشايخ الذين كانوا في الكويت، مثل الشيخ أحمد القطان، مثل الدكتور طارق السويدان، مثل الشيخ محمد العوضي على المستوى المحلي. أما عن الشعراء فمثلا أحب من القدماء المتنبي، ومن الحداثيين محمود درويش ونزار قباني والجواهري، ومن موريتانيا أيضا أحمد ولد عبد القادر هذا الشاعر الرائع العظيم. بشكل عام من الفنانين حقيقة كثير، يعني تأثر في كثير من المدارس، يعني مدارس الشرق والغرب، لكنني مثلا من موريتانيا أعلم وأعرف مثلا الفنانة معلومة بنت الميداح، ربما لأنها قدمت لونا مختلفا ومتطورا يعني في موريتانيا. هذا الذي استطعت يعني معرفته في هذا الوقت والعجالة. في نهاية لقائنا هذا لا يسعنا إلا أن نشكر جزيل الشكر الفنان الفلسطيني المتميز عبد الفتاح عوينات على هذا اللقاء الذي خاص بجمعية الفتاة، فنشكر له ذلك جزيل الشكر، ونرجو أن تتوالى الزيارات وأن يستمر العمل المشترك في خدمة القضية. شكرا لكم جمهورنا الكريم.